هلو، مساء الخير او صباح الخير. هنتعلم النهارده حاجه مهمه جدا من اسرار الشطرنج في الاند جيم او في نهايه اللعب، ماتشات الاند جيم. ازاي نموت الملك بالفيل والحصان؟ يعني انا ملك ومعايا فيل وحصان قصاد ملك، بس هنعرف ازاي. على فكره دي صعبه جدا ومحتاجه تفكير ومحتاجه تركيز جدا. ركز معايا قبل ما ابتدي الفيديو. عايزك تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد في الشطرنج والبرمجه واخر الاخبار. طبعا في دي سلسلة هنبتدي النهاردة، هنخش على التشيس. التشيس.org اهو. هنجيب طبعا اللي هي الاناليسيس بورد من التولز او البورد اديتور، تمام. بعد كده نعمل كلير للبورد، ننظفها خالص كده. وانا هلعب مثلا بملك و فيل وبعد كده حصان، وهو هيلعب بالملك. بس هنشوف ازاي بقى ايه نموت وانا معايا فيل وحصان او بيشوب ونايت، وهو معاه جاست الايه الملك بس. طيب مش كده بس، احنا هنتعلم برضو في الفيديوهات التانية، هنتعلم في الفيديوهات التانية. نعمل كلير كده للبورد، ازاي اموت بملك و فيلين قصاد ملك. مش كده بس، ازاي اموت بملك وحصانين في فيديو تاني هعمله عن ملك وحصانين قصاد ملك. وطبعا ازاي انا اكسب دور او اموت بملك ورخ قصاد ملك، وازاي اموت في فيديو كمان ازاي بملك و كوين قصاد ملك. ازاي انا ملك وبيدق، ازاي البيدق بتاعي اخليه كوين او وزير واموت بالملك والوزير، تمام. يبقى كل واحده من دول فيديو عايزك تركز، هتلاقي اللينك موجود تحت الفيديو في الديسكربشن ان شاء الله لما تكمل السلسله. نرجع لموضوع النهارده اللي هو ازاي اموت بالفيل والحصان. طبعا خلي بالك، فيل وحصان هنا انت لازم تموت خلال 50 نقله من الوضع دوت. يعني هيجي الحكم ويبص هيلاقي الوضع دوت، هيحسب لك 50 نقله، او من الورق اللي انت بتكتبه هيبان انك انت وضعك وصلت للوضع دوت، فهتموت بعد كده معاك 50 نقله تموت فيهم. غير لو انت عديت ال 50 نقله هيبقى الماتش تعادل او درو، ودي من ضمن حالات التعادل والدرو اللي هي بيشوفها الحكم وبيدي تعادل او درو للماتش بتاعك. طيب هنا في ثلاث قوانين او ثلاث نقط مهمه جدا لازم تفكر فيهم، او لازم يبقوا في يعني في ذهنك ومركز فيهم وانت بتموت الملك. ايه هو؟ ان الملك لازم تجيبه في الكورنر اللي هو في مربعه، المربع بتاعه ده نفس لون مربع الفيل. فانا عندي الفيل واقف على الابيض، يبقى لازم الاثنين يكونوا كده. طبعا هو هيعمل ايه بقى؟ هو هيروح يحاول يروح للمربعين الناحيه الثانيه، او يجي نص ناحيه ايه الوسط. يعني هو كل تفكير الملك بتاعه هيهرب منك ازاي؟ هيهرب منك ان هو يروح ناحيه المربعات النص او المربعات المخالفه، الزاويه دي او الكورنر الثاني دوت، تمام كده؟ وهيبعد عن المربع دوت. ماشي؟ طيب تعالى، دي اول نقطه. يبقى اول نقطه انك انت هتزنقه في المربع اللي هو من نفس مربع في الكورنر اللي مربعه من نفس لون الايه؟ ايه الفيل بتاعك. الفيل بتاعك ابيض او البيشوب ابيض، يبقى هو هيروح هتوديه في الايه في الكورنر اللي هو ايه المربع بتاعه ايه ابيض ده او ده. طب ده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه انك انت بتلعب بالثلاث قطع بتوعتك طبعا اللي هم الملك والفيل والحصان. الفيل دايما بيتحرك، بيعمل الويتنج موف او اللعبه الانتظاريه. بعملها ازاي؟ لو الوضع بتاعي حلو جدا وانا زانقه وعاوز انتظر لعبه او حركه، بتحركها بنتظرها بايه؟ بالفيل. يبقى الفيل، يبقى القانون الثاني الفيل بيساعدني ان انا انتظر ايه اللعبه الانتظاريه. هنيجي بعد كده ان الحصان بتاعي، هنشوف بنلعب كده بيلعب بالشكل حرف اي دبليو، يعني بيلعب بالمنظر دوت. يعني بيجي بيبقى بنقلاته بتبقى عامله كده اهو، كده اهو، كده اهو، شايفين؟ ده حرف دبليو، شايفين؟ يعني لو انت مثلا قلت مثلا تعال نقول ان انا همشي كده وكده وكده وكده، ده عامل زي الدبليو او الام، تمام؟ هنشوفها دلوقتي. وبحاول احجز عشان ايه الملك ما يهربش من الايه من الايه من مني وزنقه. تعال نبتدي نشوف كده. هو عليه اللعب، هو طبعا هيحاول يخش ناحيه ايه
المربع الاسود اللي عكس الفيل ويخش في النص. انا بحاول طبعا انا هاجي هخليه يروح هناك، وبعد كده انا ايه هتحرك بالملك طبعا بتاعي في اتجاهه اهو، حاول احرك الثلاث قطع بتوعتي في اتجاه الملك. الملك طبعا بيحاول يجي في النص ويجي ناحية المربع الاسود، شايف اهو مش هيجي هنا طبعا ولا هنا، فهيجي كده. طبعا انا بحاول بالملك بتحرك عشان احجزه، هيجي كده اهو مثلا يعني، اديله كش كده احاول اجيبه كده يعني هنا، هو هيجي كده شايف، ما يروحش هنا، هيروح ايه الناحية دي. انا بحجز طبعا عشان ما يهربش مني ويتعبني، عشان انا معايا 50 ايه حركة اموت فيهم. طبعا هو ممكن يجي كده، باجي انا كده اهو شايفين، فهو طبعا عندوش غير ايه، فيروح ناحية الاسود طبعا طبعا. انا بقى عايز بقى ازنقه تاني كمان، فهاجي له كده، فهو هيجي كده تمام، فانا هاجي له كده هو هيجي كده. ده دي حته هو بالنسبه له جوهريه ما اقدرش اموت فيها، فاضطر انا اخش بالملك كده عشان اطرده من هنا اهو، بطرده من هنا. هو هيجي طبعا تاني كده، طبعا انا لو جيت كده خلي بالك، لو انا جيت كده يموت مني مخنوق تمام، فطبعا انا لازم ايه اركز شويه اهو، فهو يجي كده مثلا اهو تمام، انا اجي كده هو طبعا هيجي كده برضو تاني شايفين. احاول انا اجي كده مثلا، فهو يضطر يلاقي من الهجر هنا، هاجي هنا كده، هيجي هنا طبعا هو تاني طبعا باجي انا كده اهو تاني، بيجي كده باجي كده بيجي كده كش طبعا كش كش ملك، اجيله كده او كده، بيجي هنا تمام. وانت عشان تطرده لازم الحصان يديله كش في النقطة دي تمام، فانت لازم تحرك الحصان عشان يجي يعمل كده. هو طبعا هي وقت كده عايز اجي هنا عشان دي كش هنا وامشي. ف باجي كده اهو، يجي كده باجي كده كش ملك بيروح عادي، ممكن يجي هنا عادي جدا، باجي انا كده بيجي كده هو حركة، انا هي لعبة تانية غير هنا مثلا اهو، بيجي كده باجي اديله كش ملك بيجي هنا. طبعا اهم حاجة ان هو ميهربش مني، فانا عايز اوسعله كده مثلا، فيجي هو هنا كده ابتدى يتحرك، كده ابتدى يتحرك يبعد عن الكورنر دوت خلاص، وانا عايز ازيحه بقى في الاتجاه ده انه يجي هنا تمام كده. دي فكرة التمويه، فانا طبعا هجيله كده اهو اهو طبعا، هو ممكن يجي كده تمام، هجيله انا كده، عاوز العب لعبة انتظارية مثلا، لعبة انتظارية اهي، انتظر هيجي هنا، اجي هنا بقى عشان ايه يمشي في الاتجاه ده، ما يجيش هنا تاني اهو، اتزح كده مشي كده خلاص.
انا دلوقتي بقى عايز احجز عليه عشان ميهربش هنا، خلاص عشان ميهربش هنا، وفي نفس الوقت مش عايزه يجي ايه في المربع دوت، يعني هو عندوش المربعين دول. تمام، فانا اعمل ايه؟ اجي كده مثلا، جه كده تاني اهو، خلاص جه تاني كده، انا اجي له هنا كده، بس هو ممكن يهرب يجي هنا صح؟ ماشي، اديله كش ملك، كش ملك بيجي هنا، خلاص اجي انا كده حجز عليه عشان ما يهربش مني، انا عايزه ما يهربش مني. تمام، هو مثلا يجي فين؟ يجي هنا صح؟ خلاص طيب، انا ممكن اجي كده كده تاني برضو بس هو كده ممكن يهرب مني، فانا اجي كده اهو، هو بيجي كده بعد كده انا اجي هنا من هنا، دي كده الدبليو بتاعتي اهي شايفينها، بيجي هو هنا اجي له انا كده، ممكن اجي كده، هو ممكن يهرب هنا كده صح، يهرب كده خلاص عشان ما يهربش كده، هيجيله كده اهي، يجي كده اهو، يرجع تاني كده، هنديله كش كده، عنده مشغل يجي هنا، اخد انا بقى الدبل بتاعتي دي كده شايفين، هو ما يقدرش يروح غير هنا اهو، تمام ممكن انا اجي اخد المكان ده او اقول له كش فيجي تاني هنا صح، فيجي تاني هنا صح، تمام لو انا اديت له كش هيجي تاني هنا ويهرب مني. طيب، طب انا لو جيت له كده، لو انا جيت له هنا كده هيهرب مني. طيب عشان ما يهربش مني اجيله هنا فيلاقي نفسه هو ما عندهوش غير دي، فيتحرك انا تاني هنا كده كمان، هو ممكن يجي كده او يجي كده، لو جه هنا يبقى ما قداميش غير ان انا اجي هنا كده، فيجي هنا تاني، واروح انا متحرك كده مانع له دي، ففرصه انه يجي هنا المره دي كده ابتديت اقرب ازنقه، تمام بقرب ازنقه. طيب دلوقتي انا عاوزه يجي في المربع بزنقه اهو شايفين اهو بزنقه، لو جه كده هو هنا انا ممكن اديله كش ملك كده اهو شايفين كده، فيجي هنا ممكن اجيله هنا كمان كده يموت مخنوق كده، هو كده لازم اتحرك له اديله ايه، لازم العب لعبة انتظارية، لازم العب لعبة ايه انتظارية، هجيله هنا كده مثلا عشان يفسح له يجي هنا طيب اجرب العب دي مثلا اهي، فيجي هو هنا صح،
لو وسعت له كده هيجي هنا، هيهرب مني. انا ممكن افكر امشي بالحصان واديله كش بالحصان من هنا، وبعد كده كش بالفيل. هو كده مزنوق من الجيل المربعين دول، فانا هحاول بقى اجيله بالحصان في المربع ده، فالف لفة بعيدة كده اهو، اهو هنا هو هيلعب كده على طول اهو. اجي انا هنا كده اهو، هو هيجي هنا صح. طبعا دلوقتي انا عايز العب لعبة انتظارية، جيت كده مثلا اهي يهرب مني، لو جيت كده هنا يهرب مني. طيب طب اديله كش، ما خلاص انا اديله كش، كش ملك اهو، يجي هنا اروح اديله كش، دي كده مات الملك خلاص، مات كده الملك مات. في زي ما قلنا كده، في المرات الجاية هنشرح باقي ايه الموت ازاي، بالوزير بالملك والوزير، الملك والرخ، الملك والفيلين، الملك والحصانين، الملك وبيدق، وازاي ارق البيدق بتاعي لو انا ملك وبيدق قصاد ملك. تمام كده، شكرا لاستماعكم.